البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وسلامه يا ربي. مرحبا بكم دائما في مطبخي ملح وسكر. اليوم اخترت نقدم لكم واحد الشهيوه زوينه بزاف، واللي هي الرغايف معمرين بالتفاح، بالحشوه ديال التفاح. كيف شفتوا هذه هي الوقيته ديالو. قلت علاش لا غادي نعمل هذه الوصفه. هذه الوصفه الصراحه راني غادي نقدمها لشي ناس، داكشي علاش قلت غادي هكذا نوجدها. وثانيا التفاح عندي بزاف، قلت نوظفوه في هذه الوصفه. اذا نشرعوا على بركه الله باش نشوفوا شنو غادي نحتاجوا لهاد المقادير هذه. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجوا هنايا عندي 800 غرام ديال دقيق الفرص، عندي جوج ديال الفانيلات، عندي واحد الخميره ونص ديال الخميره ديال الحلوه من فئه 8 غرام، عندي 3 د المعالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه ونص ديال الملحه اللي غادي باش نلددوا هاد العجينه هذه، وعندي 100 غرام ديال الفينو. يعني هنايا عندي المجموع 900 غرام. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره معجونه اللي رطبتها هكا شويه د الماء، عندي هنايا 4 د المعالق كبار ديال الزبده، وعندي الماء الكافي باش غادي نعجن هاد العجينه. دائما غادي ناخذ واحد البول، شتيوني ما غاديش نخدم في القصعه، غادي نخدم في العجانه باش يطلعوا ليا مزيانين. وايضا يعني وقتي راه شويه مسحوم باش يلاه نوجد التفاح. كناخذوا هاد الطحين، هذا غادي نوضعوه هنايا، راه عندي مغربل. بسم الله، عندي هنايا نبداو بالدقيق، نديروا داك الدقيق ديال الفينو. اللي بغى يدير غير هنايا يدير غير الدقيق الفرص يديرو، يعني بلا ما يستعمل هاد الدقيق الفينو. غادي نوضع كلشي هنايا، نعدلو الخميره، عندي وحده ونص لان مع دابا الصهد ما بغيتش نكثر لها الخميره. وعندي ايضا هاد الخميره هنايا ديال العجين، تبارك الله دغيا غادي نديرو جوج ديال لافاني، نديرو الاولى والثانيه. نديرو قلنا 3 د المعالق كبار ديال السكر الاولى، الثانيه، 3، نديرو 3. دائما غادي نحركو باش ينسجموا لنا العناصر ديال النشفه. عندنا الملح، بسم الله، ندير الملح، ندير هكذا وحده صغيره، نزيد وحده اخرى، صافي باش ما يجيناش مالح. غادي صافي هادو ما عندي ما ندير بيهم. غادي تبقى ليا فقط هذيك المواد السائله، يعني الزبده. نبداو بالزبده هي الاولى هكذا، قلنا 4 ديال المعالق كبار. راني هنايا شويه مخلياهم دايبين، جوج، 3، 4. عندي نزيد واحد المعلقه هنا على حسب هكا، على حسب المعلقه ديالكم. الا كانت شويه هكذا صغيره غادي نزيدو هكذا، وغادي نخلط واحد التخليطه، ومن بعد نبدا بديك الخميره اللي عندي فيها الماء هي الاولى، وعاد نضيف الماء شويه بشويه. بسم الله، نركبوا العجانه، نقرب لكم. غادي نخلط واحد التخليطه، غادي نخلط واحد التخليطه ومن بعد نتلاقاو باش نضيفوا العناصر اللي بقات لينا. شوفوا بعد ما كيتلبس داك الدقيق بهادي بليدان، كنضيفوا هذيك الخميره هي الاولى. بسم الله، الا كانت شي حاجه مترصبه لتحت غادي هكذا كنحركوها. الماء دائما يكون دافي باش يطلع لنا العجينه. بسم الله، نضيف الماء شويه بشويه والعجانه كتخدم. المهم هنا باش ما نطولش عليكم، هنا عينكم ميزانكم ديال الماء، ان فوا كتجمع وكتحيد من لو بول صافي كنوقفوا المقدار ديال الماء اللي غنضيفوه.
هانتوما كتشوفوا العجينه كتجمع، وانا كنضيف حتى نحس بهذاك الدقيق ما بقى ليش لتحت. عاد ديك الساعات كنطرق في الماء. هيا بعد ما كتعجن العجينه ديالنا مزيان كناخذوا واحد لو بول هكذا، كناخذوا شويه د الزيت هكذا كنديروا في لتحت ندهنوا به هاد البانيو ديال التخمار. كناخذوا هذيك نوريكم هكذا، نحاولوا اننا ندهنوا اصبعنا باش نزولوا الفائض ديال العجين هكذا. دائما العجينه ملي كتكون هكذا رخوه مزيان تكون رخوه باش ملي ما تكونش قاطعه، يعني هكذا كيجيونا الرغايف يعني صعابين باش نحلوهم. اذا كناخذوا نزولوا الماكينه، ناخذوا دائما هكذا العجين كنجمعوه كنزولوه هكذا بيدينا من لو بول هكذا على هذا الشكل هكذا. الا بغيتو حتى هكذا مثلا فوق الرخامه كتخدموه هكا كنعرفوا العجينه ديالنا واش تخدمت ولا لا. هيا مخدومه مزيان، غادي نزول الفائض اللي عندي هنايا صافي هكا. هيا تبارك الله مزيانه مخدومه مليح. غادي نخليها غير واحد الشويه هكذا ترتاح عندي في هكذا في هاد. كملوا مع بعض حبيباتي باقي الوصفه. هنايا بعد ما قشرت عندي التفاح قشرته هكذا ونقيته وعملت له هكذا يعني تقطيعه رقيقه على شكل مربعات هكذا. كميه ديال التفاح على حسب اللي غادي تكفينا هنايا للحشوه، يعني ما غاديش نقدر نقول لكم نص كيلو ولا اربعه الحبات اولا ثلاثه، على حسب الكميه اللي غادي يعني نحتاجوها للحشوه. عندي هنايا فانيليا وحده، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال السكر الاشقر. كان عندي وقلت نوظفو دائما التفاح، كيجي في لاتارت كيجي في يعني هكذا في الحشوات. عندي هنايا غادي ندير جوج معالق ديال هذا ديال السكر سنيده، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي واحد نص معلقه ديال السكنجبير، وجوج معالق كبار ديال الزبده اللي غادي نشحروا فيها هذا التفاح هذا. ناخذوا التفاح ديالنا غادي ندير نوضعوه هكذا في واحد سميتو واحد الانيه اولا واحد المقله ما كتلصقش هكذا. انا درت هنا كميه كبيره لان عندي الطحين ولا العجينه مقدار كبير. غادي نعمل دوك جوج معلقات ديال السكر الاشقر، غادي ندير هنايا جوج معالق كبار ديال السكر، وغادي نشوف الى ملي غادي يكون هو كي يدوب ولا كيتصهد ديك الساعات غادي نشوف الى كان خصني غادي نزيد. نعملو هنايا طريقه ديال عفوا سمحوا لي، نعملو هنايا هاد الفانيليا باش تعطينا النكهه، ونعملو هذيك جوج معالق كبار ديال الزبده اللي غادي تذوب لنا اولا غادي تذوب مع الصهد مع التفاح باش كتكاراميليزي هاد الحشوه هادي. غادي ندير كميه كامله هنايا صافي، وغادي نرد الكل على النار. غادي ندير واحد الطريقه هكذا ديال سكنجبير ماشي شي حاجه، وغادي ندير نعمل القرفه. غادي ندير غير دابا واحد شويه ومن بعد غادي نزيد صافي. غادي نرد الكل على النار، دائما غادي نكونوا كنحركوا بواحد المعلقه ديال الخشب ملي كيكون كيتصهد اللي كيكون كيتصهد وتكاراميليزا هذاك التفاح. حنا غادي نوجدوا العجينه ديالنا نقطعوها، ها هي كيف كتشوفوا راها خمرات. غادي ندهنوا هكذا واحد البلاطو بالزيت باش غادي نحطوا الكويرات ديالنا هكذا. بسم الله نحطوا هذا على جنب وندوزوا باش غادي نقطعوا هاد الكويرات ديالنا. بسم الله هكذا نعطيوهم شكل مشمشه صغارين ونحطوهم هكذا في اللاطه. شوفوا معايا حبيباتي بعد ما انتهيت
من وضع القريصات هكذا، جاوني 25 حبه. انتم ممكن انكم تنقصوا ولا انكم يعني تكبروا. هنايا دهنتهم هكذا بزويته، والاخرين اللي بقاو اللي درتهم هنايا بلا ما نكثر عليا الماعن باش غادي يرتاحوا. وغادي نغطيهم الوقيته اللي غادي نستنى هذاك التفاح يكون يعني تكاراميليزا، وهادي غادي نغطيهم باش ديك الساعات غادي نوجد شويه ديال الزبده باش غادي نسرح بالزيت وندهن بالزبده. ومعايا البنات هاد التفاح هذا راه بدا هكذا كيترتخى، وحنا كنحركو فيه هكذا حتى كيبدا كيتعسل راسو. هنايا ضقت له كيخصني غادي نزيد له شويه، ما حدو في المقله غادي نزيد له شي شويه ديال السكر، لان بفعل داك الحامض اللي درنا باش ما يتاكسدش راه خصو شي شويه ديال المذاق هكذا ديال الحلاوه. هنا غادي يعطينا داك لوغو ديال ما بين الحامض والحلو. اصلا التفاح راه حلو، ولكن داك الحامض اللي درناه باش كيخلي التفاح ديالنا ابيض ما كيبقاش احمر. صافي غادي غير واحد ربع ساعه ليه واحد شويه ديال عندي هنايا ديال الكاوكاو اللي كنت ديجا محمرته وهكذا مهروشته شي شويه ومخلطته هكذا حتى ولا عقد مع السكر. هكذا غادي نخلط معاه من النار. كنضيفوا له قلنا قبيله درنا نص معلقه، دابا غادي نكملوا نص معلقه ديال القرفه. صافي وغادي نحرك ونخليه يبرد على خاطرو باش ديك الساعات غادي نعمر. صافي غادي نعمر هذوك الرغيفات بعد ما نطويهم، غادي نخليها هكذا على جنب وندوزو باش غادي نسرحو العجينه ديال بركتي الله. كناخدو هكذا الزويته كندهنو المحل او لا الرخامه على من غادي نسرحو القريصات ديالنا. نبداو بسم الله. القريصه الاولى اللي بدينا بها كنسرحوها مزيان هكذا دائما بالزيت. هكذا حتى تسرح كامله. مره مره هكذا نقلبوهم باش يعطيونا الطول ويتسرحوا. صافي غادي ندهن هكذا شي شويه عندي الزبده، نوريكم الزبده شويه ذوبتها يعني غير شي شويه تكون غامولي. صافي وغادي نبقاو هكذا كان نسرحوا في هكذا ندوروا الرغيفه ديالنا بهذه الطريقه هذه هكذا، وفي نفس الوقت نبقاو كنجبدوا الرغيفه. صافي كندهنوا مره مره هكذا بالزبيده، ندوروا الطبقه الاولى هكذا ونزيدوا الطبقه الثانيه. صافي هكذا وغادي نخليهم في واحد بلاطو اخر اولا صينيه، نخليهم حتى يرتاحوا باش البنات بعد ما كملت من الطويان ديال هاد الرغايف هادو كنديروهم هكذا في واحد البلاطو كنخليهم يرتاحوا باش غادي من بعد غادي نرجعوا ليهم. كناخذوا عندنا الرغيفه الاولى، دابا غادي ندوزوا للتعمر. بسم الله هكذا كندهنوا يدينا كنسرحوهم هكذا واحد الشويه. هانتوما كتشوفوا راهم طايحين باش غادي نعمرهم بالحشوه، نديروا قليل من الحشوه هنايا لداخل هكذا في الوسط. بعد ما تكون هاد الحشوه بردات كناخدو هاد الجنب هذا كنديروه هنا هكا كنضغطو واحد شويه، كنزيدو الجهه الثانيه ثم الثالثه على هذا الشكل، نزيدو الاخيره بهذه الطريقه هذه. نجيبو واحد نثبتو العجينه في الوسط بواحد اللوزه هكذا، هكا هي اللي غادي تشد لنا هاد الجنيوحات ديال الرغيفه. وكنهزوها هكذا وتنوضعوها في اللاطه هكذا، نضغطوا عليهم شي شويه باش ما يبقاولناش منفوخين.
غير هكذا، غير واحد الشويه دائما مع الدهن، غير هكذا غير شي شويه هكا صافي، وكان غادي نستمر نكمل الحبات اللي عندي. كيف كتشوفوا حبيباتي، بعد ما انتهيت من صنع هاد الرغيفات هادو التعمر ديالهم، كمل اللي كنت تنكملوا كنشعلوا الفران، كندوبوا هكذا شي شويه ديال الزبده صافي، وغادي ندهنهم هكذا من الفوق، ما نديرو لهم لا بيض لا حتى شي حاجه، غير الزبده هكذا دايبه، وغندخلهم للفران صافي هكذا. غادي ندهنهم كاملين، وهاد اللوزه هادي مره مره كندفعوها هكذا لتحت باش ما تطلع لناش وتفتح لنا هذوك الرغيفات صافي. الفران غادي راه مسخن، غادي ندخلهم يطيبوا ليا من تحت، ومن بعد نحمر لهم الوجه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالهم النهائي بعد ما يخرجوا لينا من الفران. كما كتشوفوا حبيباتي، بعد ما خرجت الرغيفات ديالي من الفران كيجيو طايبين على مهلهم هكذا، ما نحمرهمش، كنبقاو مقابلينهم، راهم باقيين سخانين. غادي نزينهم انا بالطريقه ديالي بالمربى، ندردر عليهم اللوز افيلي او لا الكاوكاو مهرمش صافي، وغادي نزينهم الفوق بالسكر كلاص وشويه ديال القرفه هكذا. غادي نعمل الطبق ديالي، وغادي ناخذه معايا للناس اللي غادي نمشي عندهم، وان شاء الله نتمنى انهم يعجبوهم بهالطريقه هذه للرغايف، وسهلين يعني ما غنتعذبوش في القليان، ديريكت هكذا الفران. الى عجبتكم تنتوما الوصفه، ما تنساوش تعملوا لي لايك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، واللي دخل اول مره للقناه يشجعني كيف حتى انا نشجعه في القناه ديالو. وهذا ما كان، نتمنى لكم ان شاء الله شهيه طيبه، والى فيديو اخر وصفه اخرى بحول الله.